رحت عملت محضر في القسم وهيجيبوا بابلو ونورا ويسألوه. فاضي يا اسطى؟ لا والله يا اختي، الدور على حمو الصافي، ركبها يا. لا ما هو انا عايزاك انت. انا لا، اذا كان كده ما اقدرش اكسفه. زق عجلك يلا انت وهو. يلا يلا. على فين كده بقى اختي؟ اطلع ناحيه جامع ابو عاصي. ايه عندك عقيقه هناك ولا ايه؟ عسل. والله يا عيني يا عيني. بقول لك ايه، الدنيا حلوه، ما ترفعي ال ها عشان اشوف ال ها غالي والطلب رخيص. ايه رايك يا عسل؟ عسليه. طب ليه مداريه عني الحلويات دي؟ دول ياخدوا رطوبه على فكره. بقول لك ايه، هو احنا ما بعدناش كده عن جامع ابو عاصي؟ لا 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 خالص، ده انا هوديكي حته ايه عسل. لا يا اخويا بس انا خايفه. ما تخافيش، مع كيمو العايق كله هيبقى رايق. يا عيني وصلنا اهو حته مكنه عسل. والنبي انت اللي عسل. ايه ده ناس جايين هناك دول ولا ايه؟ بابلو الصينية وصلت. اوعى تكوني حرقتيها. لا ما تقلقش، سويتها لك على الهادي. لا حجو امسكي. وليه كده بقى؟ ما هو انا الشغلانة دي جدعانة يعني، دول من جيب. انا الحوارات دي بقى ما بحبهاش، عشان كده ما بيجيش من وراها غير الخسارة. يا بنت دول ولاية. وانا وامي كنا ايه؟ الله يرحمها. نسيت لقيتني فين؟ نسيت كنت عامله ازاي؟ الحوار ده كان زمان، انسي بقى. ما انساش ولا عمري هنسى. الاقيه واعلم عليه واكتب على وشه القديم والجديد، اطفي النار وبعدين ابقى انسى. ما احنا قلبنا الدنيا عليه وما عترناش عليه في النهايه. مصيره هيجي، ويوم ما اخلص عليه يوم ما اخلص نوش.